عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الغاليات والإخوة الكرام. رجاء بدأوا الفيديو معنا وكملوا حتى الأخير باش تفهموا ونستفدوا جميع. أول حاجة بعدا كان أنا ماشي جيت باش ندافع على يوسف الزروالي. يوسف الزروالي فران وقد بحومة تبارك الله. يوسف الزروالي عنده تجربة ما محتاج لي أنا كيوتيوبر نخرج ونهضر عليه، هو عارف ما له وما عليه. ولكن اللي ما قدرتش تصرت ليه وما قدرتش بغيت ندوزها وما بغاش تدوز كي تنقولوا بجغمة الماء ما قدرتش. اول حاجه بعدا تنقدم احر التعازي واصدق التعازي للاسره اللي فقدت هذه بنيتها، والله يصبركم والله يعظم الاجر ديالكم. ولكن الحاجه اللي غابت على هاد الناس اللي خارجين وتكتبوا في العنوان صعصع ولا الجمعوي هو السبب في موت ايه. هاد العناوين هادي وخلتني واحد يوتيوبر كبير في العمر ايوا فاش يتق الله سبحانه وتعالى تضرب في اليمين تضرب يمينا في اليمين وفي الشمال وفي الطول وفي العرض تضرب في الاخ يوسف الزروالي وكان الموت استغفر الله العلي العظيم بيد يوسف الزروالي، استغفر الله واتوب اليه. علاش حنا وصلنا اننا نشرك بالله سبحانه وتعالى من اجل الادسنس؟ علاش حنا ايوا فاش نستغلوا هذه الفرصه ديال ايه وتكون يعني فرصه اننا نقولوا راه واقيلا قرب الاجل ديالنا، ماشي واقيلا اقترب الاجل، ما نعرفوا اليوم ولا غدا، ونجددوا التوبه ونحاسبوا نفوسنا اشنو كان الدور ديالنا في ديك القضيه ديال ايه يوسف الزروالي؟ واش كنت تنخرج بخرجات اللي غادي تحسب ليا غدا قدام الله، ولا غادي تكون هذيك القناه وبال عليا غدا قدام الله؟ هذه هي الفرصه باش اي واحد فينا خطا يجلس مع الذات ديالو مع النفس ديالو. فاذا بنا الناس اللي هما بحال الاباء ديالنا اللي في العمر ديال الاباء ديالنا الله يرحم الوالد ديالي ايوا فاش يكونوا قدوه لينا ويديروا موعظه يذكر بها نفسه ويذكرنا خرجتي اعتل عصا ليوسف الزروالي. انا ماشي جاتني غيره ولا وانما تنستنكر هذا العمل، جاتني حشومه وعار انني الساكت على الحق شيطان اخرس. الا كان يوسف الزروالي تتحقد يكون عندكم ليه هذا الحقد لهالدرجة فاستغفروا الله سبحانه وتعالى، لان عيب وعار ان في هذه اللحظه الحرجه اللي محتاجين هذه الاسره نقول لهم كلمه زوينه ونواسوهم ونقول لهم راه الموت واش الموت شر ولا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ واش الموت شر ولا ما تعرف ديك البنيته انها كانت معذبه وحال الوقت باش يريحك الله، لان حتى انت الاب ولا الام معذب مع ديك البنيته. واش البنت هي في جوار ربها ولا في جوار يوسف الزروالي؟ هي في جوار الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم لانها ماتت وهي مسلمه تشهد بان الله ان الله ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له وان محمد رسول الله، وهنا وجبت وهنا وجبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث تاع الرسول للمعنى ديالو اي واحد مات على الشهاده وجبت شفاعتي تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا خصنا نقدموا التعزيه باش الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بحلل من الكرامه يوم القيامه. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا خصنا نذكروا الاسره الكريمه ان ملي تيموت ليك شي ولد سواء ذكر او انثى ملي تيموت تيصل الله تيصفت ليك الملائكه وتيتبعوا الاثار ديالك باش يعطوا تقرير الله سبحانه وتعالى، مع ان الله ما خافي عليه حتى شي حاجه، وتيقول لهم الله سبحانه وتعالى كيفاش وجدتوا هذاك بنادم؟ واش خديتوا ليه الفلد الكبد ديالو؟ انا تنعطيكم المعنى تيقولوا لي نعم، وهو الله سبحانه وتعالى عارف بكل حاجة. وإنما باش نفهمو حنا وتكون رسالة وموعظة لنا كاملنا
وقال لهم اشنو تيقول هذاك العبد ديالي؟ قال لي راه تيحمدك وتسترجع، يعني تيقول الحمد لله وإنا إليه راجعون، يعني ما سخط على الوضع. قال لهم الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر، هنيئا لأي واحد مات ليه فلد الكبد ديالو سواء ذكر أو أنثى. في اليوم باش مات هذاك العزيز على قلبك كتب لك الله وليتي من أهل الجنة، ولكن بشرط إلى حمدتي الله واسترجعتيه، لأن الموت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. القضية ديال الموت راه ما غادي تقدم ما غادي تأخر ولو بنهار، وتعددت الأسباب والموت واحد. من انت وصل الأجل سالينا، كيفاش ماتت؟ واش بالسمنة ولا ماتت بهذا الفيروس ولا داكشي؟ تعددت الأسباب والموت واحد. شكون اللي مسؤول على الموت ديالها؟ الله اللي وهبها لكم، خذ الروح ديالها في الوقت فاش بغاه، ماشي يوسف الزروالي ولا اعداء يوسف الزروالي ولا انصار يوسف الزروالي. حتى واحد ما مسؤول على الموت ديال شي واحد، ولكن عيب وعار اننا حنايا اعطانا الله سبحانه وتعالى الاعين ديالنا والقلوب ديالنا اللي خصنا نفتحوها على 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 ذكر الله ونتعاونوا فيما بيننا، ولينا لقينا ان اليوتيوب المغربي حتى الموت ولاو غادي ينسبوها لشي واحد. علاش وصلنا لهاد المصل هادو؟ علاش حنا المغاربه مني جمل تيكثر الجناوه؟ واش في هاد اللحظه هادي العصيبه اللي فاقدين فيهما هما عزيز عليهم هي البنية ديالهم، عوض فاش نذكرهم في شي حاجة قال الله وقال الرسول تنذكرهم بالألم بالوجع، تنذكرهم أن يوسف الزروالي هو السبب. أش هاد الجهل؟ أش هاد الجهل أخوتي العزيز؟ أنا شحال من حاجة تلقاها وما تنسعفنيش لحد باش نخرج، لأنني عندي التزامات، ولكن باش نوصلو حنا حتى الموت ونسكت فما خصنيش. لا بدا خصصت وقت وقلت لا بدا نخرج لعله خير ليا وليكم، ونذكركم ونذكر نفسي ان الموت رحمه. هي مصيبه يي بيبكيو والفراق صعيب، ولكن رحمه وخير. وهنا غادي نذكركم بواحد القصه نوصي بها هاد الاسره ونوصي بها اي واحد فقد واحد عزيز عليه سواء اخ ولا ام ولا اب ولا ابن ولا ابنه. ان كان واحد الرجل تيتسمى الحسن التهامي، وكبار مسكين ولا العمر ديالو 80 سنه وما عندوش وليدات، ونهار رزق الله بواحد الولد حتى دار 80 سنه، وعرفت شنو هو؟ عطى الله واحد ابنه تعلق به واحد التعلق شديد، لان عرفتوا شنو هو الولد في ذاك العمر هو الحياه. ولكن كتب الله سبحانه وتعالى انه ملي دار عامين قبض الروح ديالو وداه. هنا هذاك السيد كتب قصيده حزينه، وهي من القصائد الحزينه، قراو عليها وبحثوا عليها غادي تاثروا بداك الكلام اللي كتب هذاك الانسان. ولكن سبحان الله العظيم من ما بقاش موراه بزاف ومات، هو يشوف واحد الجار ديالو ولا صاحبه في المنام ويقول لي كيف وجدت ابنك؟ هو يقول لي انا اغفر لي الله سبحانه وتعالى. قال لي باش؟ قال لي لانني بجوج ابيات شعريه اغفر لي الله في هذيك القصيده. هو يقول لي اليوم ملي تيهضر على ولده قال لهم جاورت اعدائي وجاور ربه، شتانا بين جواره وجواري. شوف هاد البيت الشعري، هاد الكلام الجميل. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. هنيئا اللي كان في جوار الله سبحانه وتعالى. اليوم ما خصكمش تلوموا ولا كيفاش ولا علاش. اليوم اشنو غادي دير لديك البنت؟ اشنو الواجب عليك؟ هو الدعاء والاستغفار والصدقة باش يكون الخير ليك وليها.
فإذا كانت شد الطريق فهنيئا لك، وقول الحمد لله بنتي كانت نعمة التربية ونعمة الأخلاق، ولا كانت ها ولا ها خصك تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعي الله من كل قلبك باش الله يبدل المنزلة ديالها. هذا هو المطلوب منكم أخوتي العزيز، أي واحد بصفة عامة، هذا كلام ديالي موجه لأي واحد قد عزيز عليه. الوقت ديالك ما تضيعوش في الخاوي، وما تضيعوش في النميمة والغيبة، وما تضيعوش في القال والقيل، وإنما ذكر واستغلها فرصة، لأن ما عرفنا بس بقتنا آية واش اليوم ولا غدا. كل الحب والتقدير للجميع.